قايل. طيب قول لنا بقى، نتكلم على اصحاب الامراض المزمنه، ان دايما بيشغلهم قوي فكره ان هم مش اي حاجه يقدروا ياخدوها، فلو اتكلمنا على الفا مالتي فيت، هل هو فعلا مناسب ليهم؟ الفا مالتي فيت مناسب جدا لاصحاب الامراض المزمنه، بالاخص مريض السكر، على طول بيدعم بفيتامين بي، لان فيتامين بي هو الداعم لتقويه الاعصاب مع التمثيل الغذائي اكيد. واكيد اي مرض، يعني سواء كوليسترول، مريض الكوليسترول، مريض القلب، مريض الضغط، بياخدوا الفا مالتي فيت بطريقه امنه جدا. باخد قرص واحد بس، بيسالوني على الدوز او الجرعه المناسبه، ما نكترش عن قرص كويس، لان يقول لك اول ما مثلا ناس كتير بتاخده فقال لك ده عمل نتيجه، طب اخد قرصين ان انا اكتر بقى من الفيتامينات هيديني احسن. ما بحبش الحاجه لما بتزيد عن حد بتتقلب ضد. الجرعه المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء هو قرص واحد في اليوم، كويس، هيتاخد امتى؟ بعد الفطار على كوبايه بس مية. احنا نستمر على القرص ده الاستمراريه، ما فيش حاجه اسمها اخده يوم وثلاث ايام لا لا اصلا انا نسيت. انا مش بديكي خمس ست قراص تاخديها، انا بديكي قرص واحد، فاكيد انك هتفتكري بعد الفطار بساعه. صحيح، حلو ده. طيب وبالنسبه للاطفال، احنا قلنا برضو من سن البلوغ، من سن بنات البلوغ، او اولاد، من طيب من سن ال 13 سنه. الرياضيين الجرعه ياخدوها، بحبذها قبل التمرين بنص ساعه عشان بيدي طاقه حلوه قوي ليهم. وطبعا هم بياخدوا بقى المكملات الثانيه، لو هو هاي حاجات هاي بروتين بقى، سواء من الاكل او من المكملات الغذائيه اللي فيها هاي بروتين. على الرغم والله كتير جدا من الرياضيين تخيلي يقول لك ايه، انا ما باخدش، يعني مش كله من الاكل، مش الاكل الصحي بس بقدر اعتمد عليه، هو لازم يدخل له مكملات اخرى. طبعا بقى الضروره ازاي؟ طبعا طبعا، عشان يقدر يستمر ويقول ان هو بيبذل مجهود رهيب. ومش بس هو، احنا على فكره احنا كمان، احنا فعلا المكملات الغذائيه اصبحت ضروره في حياتنا دي. طبعا الثقافه دي ناس فاكراها كانت زمان بقى، ايام الزمن الجميل كان الفيتامين ده ترفيهي، ها اللي هو انا باخد فيتامين مش عارف ايه. على فكره انا وانا طفله انا فاكره انا كنت باخد فيتامينز، يعني كان بابايا بيديني حاجات فاتحه للشهيه، فيتامين اي ده كان اساسي، واي كان اساسي، والحاجات اللي هي بتدعم الاطفال ده. طبعا كالسيوم كنا بناخده، كالسيوم مهم قوي وقتها، يعني كانت حاجات كده سبحان الله. الواحد الثقافه دي بس ممكن تكون مش عند بعض العائلات او بعض الناس، أكيد. لكن لازم يهتموا بيها. احنا يعني وظيفتنا ان احنا نفهم، نقول لهم، نوضح للناس اهميه الفيتامينات، بالذات الشباب الصغيرين دول، الجيل الغريب ده اللي هو ايه، انا مش قادر اخد كذا، ده هو يعني بياخد العلاج لو تعب بالعافيه. لا، انت لازم يا حبيبي تاخد ده عشان صحتك. طبعا، خصوصا ان بقت يعني صفه الخمول والتعب في السن الصغير ده منتشره جدا جدا. طب يعني لا، ومهمه قوي كمان، البنات بتهتم في حاجات معينه لكن الشباب يعني طنشوا. المهم قوي سوء التغذيه دي كارثه، يعني اللي عايشين 24 ساعه في الشارع بياكلوا بس حاجات. لما بتلاقي شباب طول الوقت عندهم خمول، اكيد اكيد لازم نبقى ابص على اكلهم. اول حاجه أول ممكن حاجة. تبقى سوء التغذيه، وبعد سوء التغذيه ان هو بقى ما بياخدش فيتامينات او معادن تفيده. اكيد اكيد. اوكي، طيب عايزين نشوف بس اسئله الرياضي، اسئله بعض المشاهدين قبل ما ندخل على اسئله يعني بعض الناس الرياضيين. محمد عبد المجيد بيقول ايه اسباب ظهور بقع بيضه في الاظافر؟ ده السؤال كان على طول. ده ناقص ايه بقى يا دينا؟ فعلا بيبقى ناقص مينلي كالسيوم. كالسيوم وزنك الاثنين مع بعض. Yeah. الزنك مهم قوي للضوافر. انا على طول بقول الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، مهم لاي خليه بتتجدد. الضوافر بتطول وبنقصها وبتتجدد، الشعر بيطول وبيقع وبيتجدد، في تجديد. وكرات الدم الحمراء البيضاء، اي خليه في الجسم، خلايا العظام بتتجدد، محتاجه زنك. طبعا. يا نهار. فبيبقى احيانا وجود البقع البيضاء في الضوافر نتيجه نقص الزنك مع الكالسيوم.